الانتخابات. وفيما يتعلق بالنسبة بالمواعيد، احنا مقيدين بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. انا بشكر حضرتك سيادة المستشار، وتحياتنا لحضراتكم على تنظيم هذا الاستفتاء، وربنا يكون في عونكم. نشكركم كلكم كرجال اعلام ورجال صحافة، ونشكركم، وده واجب وطني تستحق الشكر عليه. وانا بوجه الشكر لاهالي بورسعيد برضو تاني، والقيادات التنظيمية اللي فيها، وعلى رأسهم السيد محافظ الاقليم. أشكر حضرتك يا فندم. وكما تابعت مع إيمان، يعني العملية الانتخابية تسير بشكل سلس وجميل في مدينة بورسعيد. الإخبار ربما يكون في هذا اليوم صباحا كان أقل بكثير من أمس، لكن مع توقعاتنا بمرور اليوم وبعد الظهر سوف يزيد الإقبال، لأن هذا اليوم هو اليوم الأخير. وربما بعض الشائعات التي سارت حول استمرار الانتخاب ليوم الخميس أيضا كانت سببا ربما في قلقلة بعض الأوساط، يعني توقعوا أن يكون هناك يوم ثالث. لكن نتمنى أن يعلم الجميع أن اليوم هو نهاية تصويت الاستفتاء على دستور 2014، دستور مصر الجديد، الذي سيكون بداية لخريطة المستقبل التي ستسير عليها مصر إن شاء الله. إلى الأمام. أشكرك حسام، ونعيد التأكيد أنه مسألة مادة تصويت ليوم غد مسألة مش حقيقية تم نفيها بشكل رسمي. النهاردة آخر يوم في التصويت في 9 مساء. شكرا لك يا حسام، وأذهب إلى السويس مع إيهاب ويليام. السويس صورتها ازاي دلوقتي ايهاب؟ وكمان هل في نسبه تقريبيه لعدد حضور من يحق لهم التصويت ممن اتوا بالامس؟ يعني الحقيقه يمكن محافظه السويس بتستمر لتشهد هذا الزخم الكبير في الاستحقاق الانتخابي الاكبر والاهم والاخطر في تاريخ مصر. المواطنون في محافظه السويس الحقيقه حرصوا على التواجد امام اللجان في طوابير قوامها الرجال وقوامها النساء ايضا. الجميع قبل 9 صباحا كانوا يقفون على ابواب اللجان. الساده القضاه فتحوا ابوابهم في تمام 9 ليستقبلوا المواطنين بكل نزاهه وشفافيه. ما اود ان اشير اليه ان هذا الزخم ادى الى قرار من اللجنه العليا للانتخابات باضافه لجنه للمغتربين، لجنه اضافيه للمغتربين بلجنه مدرسه محمد حافظ الابتدائيه. احب اشير الى هذا المكان حتى يتوجه لها الوافدون. الحقيقه بالامس لجنه الوافدين استمرت حتى ما بعد 10 مساء. اعتقد ان هذا التيسير سوف يؤدي الى المزيد من السهوله للمواطنين. شيء اخر حدث قبل اقل من ربع ساعه هو زياره الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحه لمحافظه السويس وتفقده لعدد من اللجان. الحقيقه استقبل بعاصفه من التصفيق والترحيب والهتاف للقوات المسلحه والفريق اول عبد الفتاح السيسي في مشهد يعني قل ان يتكرر بالنسبه لاي قائد عسكري في مصر كلها. يعني اعتقد ان المشهد يمكن يقدر يعبر عنه اكثر المواطنين المحتشدين في هذه اللجان اللي يعني بيحب انه يقولوا كلمه لهذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي. طيب انا اقول ان طبعا احنا كلنا جايين النهارده عشان خاطر مصر، واحنا مالناش الا مصر، والدستور ده ان شاء الله هيرفع مصر لاعلى بلد باذن الله. يعني زي ما انت شايفه يمكن ده المشهد، حتى لا اطيل عليكي، يعني هذا هو المشهد الانتخابي في محافظه السويس، وهذا هو الزخم المستمر منذ 9 من صباح امس. الصوره بتتكلم عن نفسها يا ايهاب، والحقيقه جميل كل المواطنين حريصين ان هم يشاركوا، حتى يعني المواطن اللي مش قادر يعبر بالكلام، يعني واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي فوق دماغنا كلهم وجوده دول، يعني فعلا حاجه تفرحنا وتسعدنا وفخورين بيها وفخورين بالصوره وهذه الحاله من الشعور الوطني الجارف من مصر كلها بتعبر عنها. بشكرك ايهاب ويليام من السويس، ودي الصوره من هناك. هكذا يرى المصريون هذا اليوم، هذا اليوم الانتخابي اللي هو يوم تاريخي موجودين فيه، مش بس بيقولوا نعم، لا بيقولوا احنا في ظهر الدوله، في ظهر اجهزتها الامنيه لمواجهه الارهاب. خلونا مشاهدينا نتابع لرئيس الوزراء تصريحاته بعد تفقده لبعض اللجان الفرعيه في مصر الجديده، تصريحاته للتلفزيون المصري والنيل للاخبار. يعني الحقيقه بدايه موفقه، ونرجو انها تستمر، وكل واحد ما ترددش انه ينزل، لان ده موقف يعني لكل مصري لازم يشعر بانه ساهم في احداث هذا الحدث الكبير. مش شك انه شيء مشرف
ومسعد وقبل بسمع على وجود الناس كلها. المنظر العام مشرف جدا وخروج مكثف والناس منفتحة وفرحانة. يعني عمر الواحد يشوف الواحد يصوت بصوته ويروح مظاهرة وبعضهم بيرقص كمان، ففي سعادة. أما الأعداد فعبال لما تعلن النتيجة ونشوف، يعني ما تسرعش في إلقاء بيانات قبل ما يكون عندنا بيانات، لكن الظاهرة الحقيقية هي إن الناس رايحين فرحانين سعداء حاسين إنهم بيعملوا حاجة لبلدهم. مستمرين معاكم مشاهدينا تصريحات رئيس الوزراء بعد تفقده لعدد من اللجان في مصر الجديدة. الحقيقة أنه عدد كبير من قيادات ورجال الدولة كان ليهم هذه الجولة تفقدية للاطمئنان على سير الأمور في اللجان، الاطمئنان أن المواطنين ليس لديهم أي شكوى أي معوقات. طبعا نسب الأقبال خلينا نقول أنها بتتفاوت نتيجة لأسباب كثيرة. كان في أنباء أنه نسب الأقبال ضعيفة في بعض المناطق زي مثلا 6 اكتوبر، دي واحده من الامور اللافته. لكن الحقيقه في حاجه جميله حصلت من المواطنين، الروح الحلوه اللي شفناها بعد التعبير عن الفرحه بعد الاستفتاء امتدت في حي باب الشعبيه لدرجه ان النساء نظموا مسيره امام مدرسه ام المؤمنين بتحث الناس على النزول على ابداء رايهم. الناس عايزه تشوف طوابير قدام اللجان، عايزه تحس ان نسب الاقبال كبيره وكثيفه. اليوم طبعا لسه في بدايته مش هنقدر نحكم على نسب الاقبال، اللي لو قلنا عدد تقريبي ليها من امبارح في اسيوط نسبه 40% صوتوا ممن يحق لهم التصويت، نفس النسبه تقريبا في بورسعيد ده حتى الان. في ايضا يعني بالنسبه للحاله الامنيه محاولات الاخوان لتعكير صفو هذا المشهد الاحتفالي اللي احنا شايفينه في كل محافظات مصر، الامن بيقف لها بالمرصاد، الامن بيتعامل معها مش بس من خلال تامين المواطنين والتاكد من عدم وجود لا قدر الله اي مفرقعات او اي عبوات ناسفه عن طريق خبراء المفرقعات والكلاب البوليسيه والاجراءات الامنيه المتبعه، لكن كمان الامن عليه مهمه ثقيله وهي فض اي مسيره اي مظاهره متواجده في القرب من اي من اللجان، وده شفناه في عدد من المناطق. ازاي الصحافه شافت اليوم امبارح؟ طبعا يعني يوم الامس كان في قراءه لازاي مسار هذا الاستفتاء هيمشي رغم التهديدات، المواطنين نسوا رغم التوقعات السيئه، الا انه الحاله الامنيه بغض النظر عن المحاوله الساذجه بالامس صباحا لتعكير صف اليوم في امبابه لانها لم تنجح. في عكس صوره مختلفه عن الواقع في مصر ان اجهزه الدوله قادره على حمايه هذا الوطن. عناوين الحقيقه الصحف كانت فيها نفس الفرحه اللي احنا شايفينها دلوقتي والمواطنين بيعبروا عنها بمنتهى التلقائيه. عناوين الصحف مثلا في صحيفه الاهرام قالت المصريون يدقون ابواب الحريه والمستقبل، وده طبعا لاحتشاد الملايين للتصويت على الدستور بتلقائيه المصريين الجميله خصوصا الستات بالزغاريت والافراح. تصريحات رجال الدوله بعد التصويت على الدستور مع المواطنين بالشكل العفوي اللي اظهر فرحه المواطنين واظهر هذه الحاله من الود والحب اللي بتجمعنا جميعا. رئيس عدلي المنصور قال المشاركه دليل على رفض الارهاب الاسود، رئيس الوزراء الببلاوي قال الاستفتاء عرس تاريخي في حياه الوطن، اما الفريق السيسي فقال حمايه المواطنين مواجهه محاوله اشاعه الفوضى بحسم اكيد هي مهمه رجال الدوله القوات المسلحه والشرطه. الاخبار شافت انه استفتاء بطعم الثوره، يمكن المشاهد اللي احنا بنشوفها بتعبر عن الفرحه اللي شفناها في 30 يونيو والملايين محتشده مع بعضها يعني غير قابله بما يحيطها من تهديدات بما يحيطها من محاولات فاشله لترويع الشعب المصري قدر ان هو يثبت انه اقدر على حفظ امن بلده وانه قادر انه يقف جنبا الى جنب مع رجال الوطن. الاقبال كما رأت صحيفة الاخبار تاريخي في اليوم الاول لتصويت على الدستور وفي اجراءات مكثفة من الجيش والشرطة طبعا لتأمين الصناديق.
اما البورصه فحاله الفرح الحقيقيه اللي موجوده في الشارع قد كده انعكست عليها 6.2 مليار جنيه. يعني التعبير الحقيقه اللي قالته الاخبار جميل ومعبر. البورصه قالت نعم للدستور. حاله الانتعاش اللي موجوده في البورصه دي ما جاتش من فراغ، بما اننا تعودنا ان البورصه فيها انعكاس لحال البلد من استقرار، من تخبط، من توتر. يومين الاستفتاء الحمد لله اتوا بنتيجه مثمره وهي انتعاش البورصه المصريه. اما رد الفعل الامريكي فكان تعهد من اوباما بدفع 1.5 مليار دولار بعد نجاح الاستفتاء. اكيد المشهد في الشارع المصري هو اللي دفع لده، هو اللي دفع لهذه الحاله من ردود الفعل الدوليه، واللي بنامل انها تكتمل ان شاء الله النهارده على خير، واليوم يمر بسلام، واللي ما صوتش امبارح ينزل ويصوت النهارده ويكون موجود في لجنته، لان النهارده اخر يوم للتصويت. المصري اليوم قالت الفرحه العائده. عكست المصري اليوم طبعا اجواء فرحه المواطنين بعرس الاستفتاء في عنوانها بهذا الشكل: الشعب يجدد الثوره في الصندوق، اقبال غير مسبوق على الاستفتاء والنساء في المقدره، اجراءات امنيه لحمايه المواطنين، منصور يدلي بصوته بلجنه مبارك، ودي مفارقه الحقيقه، ويتنازل عن دوره لكفيف ويساعده على التصويت. يعني هذه الحاله من التلقائيه قد كده يعني الاعلام ركز الضوء عليها، وقد كده كان ليها رد الفعل الجميل من الناس كلها. الشروق قالت الشعب ينتصر للثوره وللدستور، وده بيعكس التحليل اللي اتفق عليه كثير من المراقبين. احنا مش بنقول نعم بس للدستور، احنا بنقول نعم لخريطة المستقبل، بنقول نعم لـ30 يونيو، بنقول نعم لشرعية البلاد في هذه المرحلة، لرفض هذا الشعب للإرهاب، لأن 30 يونيو حققت إرادته الحرة المستقلة. طوابير تمنح 30 يونيو الشرعية الدستورية، الحشود تحبط مخططات الجماعة لتعطيل الاستفتاء ومقتل 11 في اشتباكات الأمن والإخوان. طبعا بنأسف لسقوط ضحايا، طبعا ما زال الإخوان مصرون على نزيف الدم. منصور يشجع المشاركة، السيسي يفاجئ المواطنين في الخلفاء الراشدين ونادي القضاء، إسقاط عضوية المتورطين في توجيه الناخبين. دي واحدة من الأمور اللي برزت بالأمس، لكن الحقيقة المواطنين ما سكتوش. أي محاولة لتوجيه الناخبين، أي محاولة لتعطيل عمل اللجان، المواطنين كانوا بيرشدوا عليها، وده حصل بالفعل في أحد اللجان رغم تأكيد اللجنة العليا للانتخابات أنه لم يتم استبعاد أي قاضي من الإشراف على الاستفتاء. صحيفة اليوم السابع ركزت على المشاركة الكثيفة للمرأة المصرية، وده مش أول مرة، مش أول استفتاء ومش أول استحقاق انتخابي بتثبت فيه المرأة المصرية جدارتها وقد إيه إنها قد الموقف وقد إيه إنها قادرة على إنها تكون موجودة في صفوف المواطنين بل وفي المقدمة لحماية بلدها. أجواء الفرحة التي صاحبت الاقتراع طبعا كانت محور عناوين اليوم السابع: المرأة المصرية تحسم الاستفتاء على الدستور استجابة لدعوة السيسي. كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أخص بها المرأة، كلمته قبل الاستفتاء أخص فيها المرأة المصرية اللي توسم فيها أنها كمان لن تخدو لهذا الوطن في هذا الظرف التاريخي وفي هذا اليوم التاريخي، وده اللي ترجمته الصورة اللي بنشوف الستات موجودين في الطوابير في أغلب اللجان الانتخابية. الملايين تزحف نحو صناديق الاستفتاء، النساء يتزعمن المشاركة، وحضور كثيف للشيوخ وأيضا للشباب. الوطن ركزت على المحاولات الساذجة والضعيفة من قبل الإخوان لإفشال الاستفتاء. قالت الوطن الصندوق يهزم الرصاص، الملايين يتحدون ويواجهون إرهاب التنظيم في طوابير الاستفتاء، الإرهاب يصوت بدم الأبرياء 11 قتيلا في عرس الدستور،
أعضاء التنظيم يرهبون الناخبين في سوهاج والجيزة والقاهرة، والأهالي يشاركون الأمن في التصدي لهم. ده طبعا في رصد البعض الوقائع اللي حدثت، سواء بقى من القيام بمظاهرات في محيط اللجان الأمن الحقيقة، والأهالي وكلموا عشان بيقفوا صفا يعني واحدا لمواجهة أي محاولة لتعكير صفو هذا اليوم. صحيفة الجمهورية اختارت ليها عنوان المصريون اختاروا المستقبل.